أعزائي الطلاب وطالبات الصف الرابع الإعدادي، السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله وبركاته. اليوم إحنا في درس الثامن من الفصل الثالث، الجذور والعمليات عليها، وأيضاً راح نأخذ على اعتبار أنه درس قصير فيكون وياها العددان المترافقان للجذور العامل المناسب. ما دام نتكلم عن الجذور راح نتكلم عن العامل المناسب والعددان المترافقان حتى نخلص من الجذور. أول شيء أدنى جذور راح نأخذها مثلا تسمى هذا مثلا الجذر التربيعي للخمسة، الجذر التكعيبي مثلا للسبعة، هذه ما إله الناتج، الجذر الخامس مثلا للكيفك للأربعة وعشرين ما إلهن جذور، فنسميهن جذور، هذه ما إله الناتج نسميهن جذور صماء، لكن نقدر شوية نتعامل وياهم. شلون؟ رح ناخذ خواص الجذور. أول ما نبدأ بخواص الجذور أن الجذور يتوزع على عملية الضرب. شوف عندنا جذر الآن، أي جذر يا أي رتبة، هاي تسمى الرتبة، يعني هذه لهنا شوف نسميها الرتبة، هنا الرتبة الثالثة التكعيبي، هنا الرتبة الرابعة، شوف هذا القبلة، هذا الرتبة الخامسة، هذا الرتبة الثالثة، هذا الرتبة الثانية، هذا رتبة الجذر، جذر تربيعي، جذر تكعيبي، جذر خماسي. تتوزع الجذور على عملية الضرب. شوف يتوزع الجذر الأن الأي والجذر أن، والعكس صحيح، إذا الجذور مضروبة فنقدر ندمجهم فسوى يصير جذر واحد، بس نفس الجذر لازم نفس الرتبة. يعني عندك الجذر التربيعي للستة، الجذر التربيعي للثنين، في الجذر التربيعي للثلاثة نفس الرتبة. إذا رأسا نقدر نضربهم 2 في 3 ويساوي 6. شوف هذا الجذر التكعيبي هنا وجذر التكعيبي هنا وجذر التكعيبي، أكو ضرب نقدر نضربهم، الجذر التكعيبي إلى الخمسة في 3 في 2 وتساوي الجذر التكعيبي إلى 5 في 3 15 في 2 30. الجذر الرابع للخمسة، الجذر الرابع للثلاثة، الجذر الرابع لأكس تكعيب، كله نفس الجذر نفس الرتبة، هذا شرط نفس الرتبة. الجذر الرابع شي يصير خمسة في ثلاثة في أكس تربيع وتساوي خمسة في ثلاثة وخمستعش أكس تربيع، الجذر الرابع لهم بهذا الشكل. هذا على عملية الضرب. وكذلك يتوزع الجذر على عملية القسمة. لاحظ نفس الشيء، عندنا جذر الأن للأي على بي يتوزع على البسط، والعكس صحيح، جذر الأن للأي على جذر الأن للبي نفس الرتبة، يصير جذر واحد الأن رتبة أن للأي على البي. مثال ذلك، خلينا نشوف هذا المثال، جذر الاثنين واربعين تساوي على جذر الاثنين، ممكن تصير نفس الرتبة، تصير جذر الاثنين واربعين على اثنين وتساوي جذر التربيعي، رتبة التربيع هي اثنين واربعين على اثنين واحد وعشرين بهذا الشكل. هنا بالعكس نقدر نوزع على البسط وعلى المقام، شي يصير الجذر التكعيبي لثلاثة اكس على الجذر التكعيبي لاثنين واي بهذا الشكل، ثلاثة اكس والاثنين واي جزئنا على البسط وعلى المقام. إذن الجذور تتوزع على عمليتين، الضرب والقسمة، لكن لا تتوزع الجذور على عمليتي الجمع والطرح، يعني جذر أي زائدا بي هذا لا يساوي جذر أي زائد جذر بي. مثلا مثال، جذر 25 زائد 4 هل ايش قد يساوي؟ هل يساوي جذر ال 25؟ 5. شوف الجمع والطرح نفس الشيء، جذر ال 25 اذا وزعته، شوف وزع جذر ال 25 زائد جذر ال 4 هل يساوي؟ علامة استفهام. خلينا نشوف هل يساوي، بدنا نستفهم، وزعناه على الجمع، هنا 25 زائد 4 29، وجذر 29 ما أعرفها،
هل تساوي جذر 25 5 زائد جذر 4 2 5 زائد 2 7 هل تساوي جذر 29 لا اذا ما تساويها. هذا الكلام سواء كان بالجمع او بالطرح نفس الشيء ما يتوزع الجذور لا على الجمع ولا على الطرح. هنا جذر 29 وهنا الناتج 7. فمثالي يوضح لك شيء معين شلون نتفاهم ويا الجذور. يقول رتب الجذور الآتية تصاعديا، يعني من الصغير تصعد، شلون تصعد سلم من الباية الأولى من الصغير إلى الكبير إلى أعلى شيء. منو هذا الجذر السادس؟ وهنا الجذر التربيعي وهنا الجذر الثالث. الحل أول ما أبدأ أخذ الستة، هذا شوفه أعلى واحد، أعلى أسبية، أعلى رتبة، هذا الستة. هل يقبل القسمة على اثنين؟ نعم. هل يقبل القسمة على ثلاثة؟ نعم. فأجي أقول الجذر 167 أعتمد على أعلى واحد أبقي هذا. الجذر الوراء الجذر التربيعي للخمسة أنا أريد مثله الجذر السادس، هذا هنا تربيع فأقول يعني اثنين يعني رقم اثنين، فأقول الجذر السادس شوف خليت ستة لخمسة أس، هنا الستة تقسمها على شقد تساوي الاثنين الجذر التربيعي، الستة أقسمها على شقد تساوي الجذر التربيعي أقسمها على ثلاثة، فصارت خمسة أس ثلاثة، ستة قسمة ثلاثة بها اثنين، العلاقة هذا قسمة هذا يرجع هذا كما هو. هذا العدد نفس هذا، بس سويت اني سويت كل الجذر السادس ويساوي نكمل. اذا هو الجذر السادس الى 5 تكعيب 5 في 5 25 في 5 125 بقينا. هسه هذا عندي ثاني واحد وهذا اول واحد، شوف اريد ارتبهم. نجي الان الجذر التكعيبي لل 12 وتساوي أقول الجذر السادس لازم ستة أقسمها على شقد تساوي لنا ثلاثة، أو أنت شو تقول الستة على اثنين رأسا هذا على هذا، الستة على اثنين ثلاثة، الستة على ثلاثة اثنين، إذا 12 الكل تربيع بدليل ستة على اثنين شو تساوي ثلاثة. فإذا ما تعرف على السريع تقسم هذا الجذر رتبته على هذا الرتبة، ستة على ثلاثة على اثنين هاي جذر تربيعي، ستة على اثنين ثلاثة، ستة على ثلاثة اثنين، وتساوي الجذر. وحدت أهم شيء توحيد الجذور، أهم شيء بهذا الموضوع الآن مثل هذه الأسئلة توحيد الجذور. 12 تربيع 144. هسا نبدأ من الصغير إلى الكبير، هم كلهم نفس الجذور. إذن أول واحد راح أبدأ به هو جذر، هذا أول واحد أصغرهم، أصغر رقم 167 أم 125 أم 144، إذن أبدأ بالجذر السادس لل 144. بعد من يجي ال 125 عفوا أصغرهم ال 125، البعده منو ورا يجي 124 144 الجذر السادس لها، البعدها من يجي الجذر السادس الى ال 167. يعني هسه منو اصغر واحد جذر ال 125 هذا اللي هو الجذر التربيعي للخمسه، ارتبهم وراش يجي ال 144 الجذر التكعيبي لل 12، وراش يجي الجذر السداسي الجذر السادس لل 167. بهذا الشكل رتبناهم، هذا يعادل هذا وهذا يعادل هذا، رتبناهم من الصغير أصغرهم هذا، بس على شرط لما ترتبهن لازم ترتب هنا أول ما تبدأ ترتب توحد الجذور رتبة الجذر، توحيد رتبة الجذر، تأخذ الأعلى وتقسمها على هذا الثلاثة حتى تصير هنا، شوف قسمها على هذا الثلاثة صارت اثنين، تقسمها على اثنين تصير ثلاثة هنا.
لأن هذا نفس هذا، هسه هذا نفس هذا، وهذا نفس هذا بهذا الشكل، وأنتقل إلى العددان المترافقان وشون نتعامل وياها. تعالوا وياي نشوف شون نتعامل ويا الأعداد المترافقة. إذن أعزائي طلاب الصف الرابع، إحنا الآن بالعددان المترافقان، تكمل الدرس اللي خدناه قبل شوية. الكونجوكيت نمبر، العامل المنسب، شنو هو العامل المنسب؟ هو الذي لو ضربت به، يعني هو تلزمه هذا العامل وضربه بكمية غير نسبية. أستاذ شنو هي الكميات الغير نسبية؟ الجذور الصماء، جذر الثلاثة، جذر الاثنين، جذر الخمسة، ما له الناتج تحولت إلى كمية نسبية. يعني هسه هذا الجذر الثلاثة، خلينا نشوف الجذر الثلاثة، لو أضربه بالجذر الثلاثة نفسه، مو الجذر يروح ويا الجذر، يبقى عندي ثلاثة بهذا الشكل. إذن هذا هو العامل المنسب، يحول لك الكمية الغير نسبية، هذه غير نسبية إلى كمية نسبية. إذن هذا للجذر ثلاثة، العامل المنسب هو جذر ثلاثة التربيعي. بعد هذا بيشرح أضربه، راح تقول لي بخمسة جذر اثنين نفسه، لا، العامل المنسب هو بالجذور، فشي يكون هنا جذر اثنين، راح أضربه بس بجذر اثنين، إيش راح يساوي عندي؟ ويساوينا خمسة في، ليش؟ الناتج جذر اثنين في جذر اثنين اثنين، وخمسة في اثنين ايش قد عندي؟ صارت لي عشرة، تحول إلى كمية نسبية، لتحول إلى كمية نسبية. إذا هذا الجذر انضربه بالجذر حتى يروح، الجذر انضربه بالجذر بس، ماكو داعي أضربه بالخمسة، ماكو داعي، هي بس الجذور أرض تخلص منها، أحولها من غير نسبي إلى نسبي، من غير نسبي إلى من هذا غير نسبي إلى نسبي. إذن هذا لما بعد ثلاثة جذر خمسة أيضا أضربه في جذر خمسة، سالب ثلاثة جذر خمسة، أنا ما لي علاقة، أضربه بالعامل المنسب أتخلص منه. السالب ثلاثة نزلناها في جذر خمسة، في جذر خمسة خمسة، الجذر يروحهم، ويساوي لنا سالب 15 بهذا الشكل. حسب القاعدة تذكرها لدينا، أنه بالرياضيات جذر أي في جذر أي، شي يساوي لنا الجذر يروح ويا الجذر، شي يبقى عندي أي من خواص الجذور التربيعية. زين هذا وين أستخدمه؟ شوف لما يكون عندك مقام بهذا الشكل، هسه هذا شوف هذا لما ضربه في واحد يأثر، لا أريد أتخلص هذا الرقم، هاي أحتاجه بهيك عمليات، أتخلص من الجذر بالمقام. أحسن شيء للتخلص من الجذر بالمقام نضرب في الجذر نفسه جذر ثلاثة على جذر ثلاثة. أستاذ ليش سويت؟ راح تشوف. ويساوي واحد في جذر ثلاثة جذر ثلاثة، ضربت في العامل المنسب، العامل المنسب للجذر ثلاثة هو جذر ثلاثة نفسه، على جذر ثلاثة في جذر ثلاثة، ضربنا البسط في البسط والمقام في المقام، جذر ثلاثة في جذر ثلاثة ثلاثة، خليت المقام يحكي، خليته رقم نسبي، عدد نسبي، كان غير نسبي سويته نسبي. نفس الشيء خمسة على جذر اثنين، بيش أضربها؟ في جذر اثنين على جذر اثنين، وتساوي خمسة في جذر اثنين خمسة جذر اثنين، أرد المقام يحكي، ما أرد يقعد صافن، جذر اثنين في جذر اثنين اثنين، شوف تخلصنا من الجذر بهذا الشكل، تخلصنا من الجذر بهذا الشكل. زين استاذ اذا عندي رقم ثلاثة، اذا عندي مثلا اثنين على ثلاثة جذر ثلاثة، انا ما يهمني الرقم بالمقام، انا اريد هذا النسبي، هذا الماريده، الماريده اتخلص منه. زين استاذ ليش تضرب وتقسم؟ ليش نضرب ونقسم؟ حتى هذا يروح ويا هذا كأنه ما مسوي شيء، جذر ثلاثة على جذر ثلاثة واحد، ولما تضرب في واحد تأثر؟ لا ما تأثر. جذر اثنين على جذر اثنين ما تأثر، كأنك ضرب في واحد. هنا نضرب في جذر ثلاثة على جذر ثلاثة، استاذ شو بس رحت على الجذور، إيه لأنه غير نسبي أريد أتخلص منه. وتساوي اثنين في جذر ثلاثة اثنين جذر ثلاثة، على ثلاثة جذر ثلاثة نزلنا الثلاثة، جذر ثلاثة في جذر ثلاثة ثلاثة، وتساوي اثنين جذر ثلاثة على تسعة، خليت المقام يسولف يحكي،
ما خليته هيك جذور صماء، من اسمها جذر الصماء، الجذر ثلاثة ما أعرفه أصم. فنضرب في العامل المنسب إلى أو المرافق، هو العامل المنسب هذا. زين استاذ، الجذر التكعيبي للعكس شنو العامل المنسب إلى؟ تعالوا خل نضرب هذا، تعلم راح أضرب هذا في الجذر التكعيبي لأكس تربيع. استاذ ليش يتسويت؟ خل نشوف احنا شنو العامل المنسب هدفه، لما نضربه يروح بعد الجذور، تلغى الجذور الصماء، تلغى الجذر، شي يساوينا؟ وقلنا من خواص الجذور تتوزع على الضرب، هذا ضرب يصير جذر تكعيبي إلى الأكس في أكس تربيع، وتساوي جذر أكس في أكس، جذر التكعيبي أكس في أكس تربيع أكس تكعيب. فراح شوف يروح الجذر، الجذر التكعيبي يقتل التكعيب، والتكعيب يقتل الجذر التكعيبي، شي يساوي الناتج أكس. إذن من هو منو؟ شوف شوف العامل المنسب يخلصك من الجذور، من غير نسبي حول لك إياه إلى النسبي. إذن هذه قاعدة اعتبرها، هذا العامل المنسب إلى الجذر التكعيبي أنت خلي له تربيع. أستاذ ليش؟ حتى عند الضرب تجمع الأسس، واحد زائد اثنين ثلاثة ويا ثلاثة تروح. هسه هذا منو العامل المنسب للجذر التكعيبي؟ شا خلي له جذر التكعيبي اللي ثلاثة أخلي تربيع، ويساوي هذا في هذا رأسا ثلاثة، لا تتعب نفسك استاذ شلون، خلينا نشوف. ويساوي تحت الجذر وحدناها تصير ثلاثة في ثلاثة تربيع، وعند الضرب الجذر التكعيبي ثلاثة في ثلاثة، عند الضرب تجمع الأسس ثلاثة تكعيب، ويساوي التكعيب مع الجذر التكعيبي، ويساوي النشقيد راح واحد كتل الثاني، ويساوي ثلاثة. هسه بعد الجذر التكعيبي رأسا بيش أضربه؟ الجذر التكعيبي الاثنين تربيع، بس تخلي له تربيع رأسا بعد ما تعب نفسي، شي يساوي الناتج اثنين، الجذر التكعيبي الاثنين في الجذر التكعيبي الاثنين تربيع، هذا هو العامل المنسب إليه. بعد خلنا نأخذ ملاحظة تذكرنا بما يسمى فرق بين مربعين. مثلا عندي X تربيع ناقصا Y تربيع، شنو الفرق بين مربعين؟ اللي هو الجذر التربيعي للأول، الجذر التربيعي للأول زائد الجذر التربيعي للثاني. هنا بس بالإشارة يختلف، الجذر التربيعي للأول، وهنا الجذر التربيعي للثاني. يعني X تربيع ناقص Y تربيع، نفتح قوسين دائما، الجذر التربيعي للأول X ناقصا الجذر التربيعي أو زائد بكيفك ياهو تبدأ، الجذر التربيعي للثاني Y، بعدين هنا X ناقصا Y. شوف هذا معامل هذا مرافق إلى هذا، وهذا مرافق إلى هذا، عاملان مترافقان متناسبان، العدد في مرافقه يساوي لنا فرق بين مربعين. تعلم العدد، شوف العدد، هذا العدد مثلا X ناقص Y في، وهذا مرافق، شنو المرافق؟ أن أغير إشارة الوسط، العدد هذا أصلا العدد في مرافقه من جاي أصلا يساوي فرق بين مربعين، فرق بين مربعين. يعني بالعكس إذا إجاني X ناقصا Y في X زائدا Y، ولا أتعب نفسي، يساوي فرق بين مربعين. هذا الفرق مربعين، مربع X X تربيع، ومربع Y Y تربيع.
بعد خلينا نشوف شنو هو المترافقان. شنو يعني المترافقان؟ يعني مختلفين بإشارة الوسط. فمثلا هذا بالجذور نستخدمه، مثلا جذر X ناقص جذر Y في جذر X زائد جذر Y مترافقان لو ما مترافقان؟ نعم مترافقان. العدد في مرافقه يساوي فرق هذا الفرق بين مربعين، مربع الجذر التربيعي للاكس طار ومربع الجذر التربيعي للواي يطير الجذر واي اكس ناقص واي. بعد مثلا جذر اكس ناقصا 5 في جذر اكس زائد 5. شوف شلون طارت الجذور، صار تخلصنا العامل المنسبي، خلصك من اسمه عامل المنسبي، خلصك من الاعداد النسبيه الغير نسبية عفوا، خليه نسبي. العدد في مرافقه شي يساوي لنا فرق بين مربعين، مربع الجذر X طار الجذر ايش يبقى؟ X يطير الجذر، ومربع الخمسة 25. بعد عندي مثلا 7 زائدا جذر 3 في 7 ناقص جذر 3. شوف شلون هذا صعب اجد ناتجه، فضربناه في العامل المنسب اله. شلون اعرفه العامل المنسب او المرافق اله؟ المرافق انه فقط مختلفين باشاره الوسط بس. شي يساوي لنا فرق، هذا فرق بين مربعين، مربع السبعه 49 ومربع الجذر 3 3. شوف شلون صار عدد نسبي 9، وشوف شلون استفدنا من عدها 49 ناقص 3 8 عفوا ايش قد ناقص 3 46 بهذا الشكل. شوف شلون صار عدد نسبي، كان عدد غير نسبي، كان شوف شلون شكله صاير. بعد مثلا جذر 5 ناقصا جذر 2 هذا شلون اوجده؟ فنضربه في المرافق مالته يكون عكسه بالاشاره هنا الوسط، جذر 5 زائد جذر 2 ويساوي العدد في مرافقه فرق، هذا فرق بين مربعين، مربع الجذر 5 5 ومربع الجذر 2 2. فخمسة ناقص 2 شي يساوي لنا؟ 5 ناقص 2 شي يساوي 3. هذا وين استخدمه ايضا؟ لما يجينا بهذا الشكل مثلا 1 على نفس هذا او بكيفك جذر 6 زائدا جذر 2. شو اسوي لهذا المقام؟ اريده يحكي، اريده يسولف، ما اريده اتخلص من جذوره، ما اريده غير نسبي، اريده نسبي. فنضرب، اذا تضرب ما يصير تغير السؤال، فنضرب ونقسم مع مرافقه. شوف هذا وين يستخدم هذا الشغل. شنو مرافقه؟ ان اغير اشاره الوسط. شو يصير؟ جذر 6 ناقص جذر 2 على بالضبط نفسه جذر 6 ناقص جذر 2 ويساوي واحد في هذا المقدار يبقى نفسه جذر 6 ناقص جذر 2. ما نقدر نجمعهم، الطرح والجمع ما يصير عليه جذور. هنا العدد راح اضربه بهذا، يبقى اضربهم. العدد في مرافقه يساوي فرق بين مربعين، مربع الجذر 6 طار الجذر صار 6 ومربع الجذر 2 طار الجذر صار 2. شوف شلون تخلصنا من المقام، ويساوي جذر 6 ناقص جذر 2 على 6 ناقص 2 4 بهذا الشكل. بعد مثلا 5 على جذر 3 زائدا 4. شلون اتخلص؟ اريد المقام هذا، اريده يحكي سولف المقام، لا تخلي المقام تخليه دائما نسبي، اتخلص من الغير نسبي، اتخلص من الجذور. نضرب ونقسم مع مرافق، كلها بالضرب والقسمه، تضرب وتقسم مع مرافق المقام. جذر 3 ناقص 4
على جذر 3 ناقص 4 ويساوي. راح نوزع هذا البسط في البسط والمقام في المقام. 5 في جذر 3 5 جذر 3 ناقصا 5 في 4 20 على العدد في مرافقه فرق بين مربعين، مربع الجذر 3 3 ومربع الأربعة 16. شوف شلون صار، مربع الجذر 3 3 ومربع الأربعة 16. هذا ما أقدر أسوي شيء بالبسط، مختلفين. 5 جذر 3 جمع والطرح إلا من نفس الصنف على 3 ناقص 16 إشارة الكبير ناخذه ونطرح، مختلفين بالإشارة. 16 ناقص 3 13، خليت المقام تخلصت من الجذور بالمقام، تخلصت من الأعداد الغير نسبية بالمقام بهذا الشكل. بعد الآن احنا عرفنا شلون نتعامل مع الجذر التربيعي. زين استاذ، اكو شيء اسمه انت مو علمتنا فرق بين مربعين والعدد في مرافقه. زين اذا اجاني فرق بين مكعبين وشلون اتعامل اذا اكو جذور تكعيبيه بالسؤال؟ لاحظ وياي، راح نتذكر ما يسمى فرق مجموع وفرق بين مكعبين. اريدك كم مره تعيده حتى الدرس لما يصير طويل كم مره تعيد السؤال. مثلا تتذكر اكس تربيع تكعيب ناقصا واي تكعيب، واكس تكعيب زائدا واي تكعيب، كل واحد من عندهم اخذنا الجذر التكعيبي الى الاول. قوس صغير دائما نفتح وقوس كبير. هذا الجذر التكعيبي الاول اكس ناقص الجذر التكعيبي للواي، وهنا زائد اكس زائدا واي. هنا شنخلي نتذكر نخلي مربع الاول عكس الاشاره، الاول في الثاني زائد دائما مربع الثاني. مربع الأول عكس الإشارة، الأول في الثاني أكس في واي أكس واي، زائد دائما مربع الثاني مربع الواي واي تربيع. هنا مربع الأول عكس الإشارة، الأول في الثاني زائد مربع الثاني واي تربيع. طلاب، استاذ شو جبتنا انت على الفرق بين مربعين مكعبين ومجموع مكعبين؟ ايه، لانه من هو العامل المنسب او المرافق للاكس ناقص واي بالتكعيب بالجذور التكعيبيه؟ هو هذا لما يجيك، يعني راسا شو تسوي؟ لا تضربه في مربع الأول زائد الأول في الثاني زائد مربع الثاني، مربع الأول زائد الأول في الثاني زائد مربع الثاني. يعني مثال، خلنا نأخذ هذا المثال. مثال عندي مثلا الجذر التكعيبي لأكس، أوكي، الجذر التكعيبي لأكس زائد مثلا 5. هذا بيش أضربه؟ أريد مرافقة أخليه يحكي. بيش أضربه؟ ما أضربه بعدد عادي. من مرافق هذا؟ ما دام جذر تكعيبي، مرافقه هو من هو؟ مربع الأول الجذر التكعيبي لأكس، مربع الأول أكس تربيع، أما على الكل أو على الأكس. عكس الإشارة سالب، عكس الإشارة سالب، الأول في الثاني 5 في جذر التكعيب لأكس زائد دائما مربع الثاني 25. هسا إذا هذا الضربة بهذا، تعرف ايش يطلع لك؟ يطلع لك هنا مجموع زائد، يطلع لك مجموع مكعبين.
هذا تكعبه طار الجذر، وهذا تكعبه يعني 5 × 5 × 5 = 125. شوف سوينا، ركز، انطاني هذا العدد، أرد أتخلص من الجذور. شو شلون تخلصت منه؟ لازم أضرب في مرافقة. أستاذ الجذور التكعيبية إذا إجاني بهذا الشكل السؤال شنو مرافقة؟ سهلة، مرافقة هو التكملة مال الفرق بين مكعبين، هذا مربع الأول. شوف ربعت الأكس أو الكل بكيفك، نفس الشيء هنا أو فوق ما يأثر. مربع الأول عكس الإشارة، هذا المرافق عكس إشارة الجمع طرح الأول في الثاني. الأول جذر التكعيب الأكس في 5 هو 5 جذر التكعيب الأكس أو نفس الشيء، زائد مربع الثاني، زائد دائما مربع الثاني. أستاذ هالشكل تصير؟ نعم، لو تجي تضربها العدد في هذا مرافقة للجذر التكعيبي. هذا مثال، خلنا نأخذ مثال آخر. خلينا بهذا مثال، عندي مثلا 1 + الجذر التكعيبي للثلاثة. شوف شو يساوي لنا، بيش راح أضرب هذا حتى أخليه يحكي؟ بيش أضربه؟ نضرب في العامل المناسب إليه اللي هو مربع الأول عكس الإشارة. خلنا نأخذه هسه، إحنا خلنا نأخذه، أخذنا قبل شوية أخذنا، خلنا نأخذه الآن سالب عكس الإشارة صار زائد. شوف عكس الإشارة زائد، هو سالب صار زائد. الأول في الثاني، 1 في الجذر التكعيبي للثلاثة، الجذر التكعيبي للثلاثة، زائد دائما مربع الثاني، الجذر التكعيبي للثلاثة تربيع، ويساوي هسا العدد في العامل المناسب إليه شو يساوي لنا؟ يساوي فرق، هذا ناقص فرق بين مكعبين. مكعب الواحد 1، هذا الواحد، ومكعب الجذر التكعيبي طار 1 − 3، ويساوي -2 بهذا الشكل. إذن لحد الآن احنا بهذه العمليات شلون عرفنا شلون المرافق مال الجذور التكعيبية شلون اتعامل وياها، اللي هو نفس التكملة مال الفرق بين مكعبين ومجموع مكعبين، نحفظها. مربع الأول عكس الإشارة، الأول في الثاني، زائد دائما مربع الثاني، تتخلص من ويطلع لك العامل المناسب، تتخلص منه ويطلع بهذا الشكل. هذا العامل المناسب له وهذا العامل المناسب لهذا بهذا الشكل. ونكمل وياكم، نشوف اسم مثال لعدنا. تعالوا طلاب نشوف هذا، يقول لك بسط بحيث يكون المقام كمية نسبية. إذا لازم أتخلص نسبية، أتخلص من الجذور، أتخلص من الغير نسبية. الحل، أول ما أبدأ 1 / 2 − 1، نضرب في المرافق إلى اللي هو نغير إشارة الوسط، اللي هو جذر 2 + 1 على جذر 2 + 1، زائد بهذا الشكل 1 على جذر 3 + جذر 2، راح نضرب ونقسم في جذر 3 + جذر 2 على جذر 3 − جذر 2. العامل المناسب أو المرافق هو أن أغير إشارة الوسط. بعد زائد 1 على 2 + جذر 3، أيضا راح نضرب في المرافق إلها في 2 − جذر 3 على 2 − جذر 3، هذا هو غيرنا إشارتها، ويساوي، خلينا نشوف صار عندنا، ويساوي 1 في جذر 2 + 1 يبقى نفسه جذر 2 + 1، البسط في البسط. العدد في مرافقه إيش قلنا؟ فرق بين مربعين، مربع الجذر 2 = 2 ومربع الواحد 1، زائدا راح نضرب هذا بهذا، 1 في جذر 3 − 2 = جذر 3 − جذر 2، على العدد في مرافقه فرق بين مربعين، مربع الجذر 3 = 3 ومربع الجذر 2 = 2،
زائد واحد في اثنين ناقص جذر ثلاثة، اثنين ناقص جذر ثلاثة. العدد في مرافقه فرق بين مربعين، مربع اثنين أربعة، ومربع الجذر ثلاثة يروح الجذر يبقى عندي ثلاثة. شوف شلون سوينا. ويساوي اثنين ناقص واحد واحد، يبقى جذر اثنين زائدا واحد زائدا ثلاثة ناقص اثنين واحد، جذر ثلاثة ناقص جذر اثنين زائدا اثنين ناقص جذر ثلاثة على أربعة ناقص ثلاثة واحد. متوحدات وجاهزات، بعد ماكو داعي المقام واحد، يصير جذر اثنين زائدا واحد زائد جذر ثلاثة ناقصا جذر اثنين زائدا اثنين ناقص جذر ثلاثة. شوفوا جذر اثنين وناقص جذر اثنين تروح، وجذر ثلاثة وناقص جذر ثلاثة تروح، ويساوي واحد زائد اثنين شساوي ثلاثة. وجدنا الناتج لهذا السؤال. شوف بالاستعانة، شوف شون فائدة العامل المنسب، طلع لك رقم. شوف هذا كلها وين تقدر تطلعها لو ما تساوي هذه العملية. وهذا العامل المنسب من اجى؟ من فرق بين مربعين، فرق بين مكعبين التكملة مالتهم بهذا الشكل بفائدة كبيرة. من اسمه عامل منسب، المرافق أن يحولك من كمية غير نسبية إلى كمية نسبية. شوف غير نسبية ومخربطة بهذا الشكل، جذور إلى رقم نسبي. شفت الفائدة شلون بها؟ طبعا هذا بالسادس العلمي به حاجة مو طبيعية، يعني كلش تحتاجه، وخاصة بالفصل الأول الأعداد المركبة. أعزائي الطلبة، انتهى اليوم درسنا لحد الآن، وعلى أمل لقاء معكم الدرس القادم إن شاء الله، ونشوف شلون راح يكون عندنا الدرس القادم اللي هو أوسع مجال للدالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.